وانا بقول لا كان محطوط في الخطه لاني انا كنت وكيل مجلس محل المحافظه قبل حل المجالس المحليه. كوبري الكباش الثالث ده سيادتي هو اللي بينزلنا على معبد الاقصر على طول، لان مدخل معبد الاقصر من الناحيه القبليه. انا بتكلم مع سيادتك عشان تساعدينا وتساعد المحافظه، لان وزاره السياحه شريكه في التنميه الشامله للاقصر. شريكه في التنميه الشامله للاقصر اللي هي 2030. ده بينزل على معبد الاقصر. فطبعا دلوقتي دي المدخل والمخرج بعد كشف الحته اللي كنا بنعدي منها من الدخول، يعني الدخول بدخول وخروج. ده ادى الى اني كل رحلات الغردقه حضرتك البديله والغردقه ما بتدخلش معبد الاقصر، لغت معبد الاقصر من الزياره. ليه؟ لان حدث فيه تكدس في المدخل، فبيضطر في ساعه الدخول او الرحلات بتيجي من الغردقه عشان تدخل ميدان سيدة او الحجاج، لان ده مدخل معبد الاقصر، فتكدس اللي جاي يمين واللي جاي شمال، فبيحصل تكدس ومضيعه للوقت، فده بيؤدي الى انهاء الزياره. ويقول لك انا خلاص انا ابي معبد الاقصر، وده خساره على التيكت بتاع الاثار. عندنا مشكله كبيره بالنسبه لطريق الغردقه الاقصر. احنا بنعدي في طريق صناعي اللي هو الاقصر امن، وده كمان كانوا محطوطين في تقاويل تكون كانت محطوطه وفي اقاويل تكون ما كانتش محطوطه، وانا بقول لا كان محطوط في الخطه لاني انا كنت وكيل مجلس محل المحافظه قبل حل المجالس المحليه. كوبري الكباش الثالث ده سيادتي هو اللي بينزلنا على معبد الاقصر على طول، لان مدخل معبد الاقصر من الناحيه القبليه. انا بتكلم مع سيادتك عشان تساعدينا وتساعد المحافظه، لان وزاره السياحه شريكه في التنميه الشامله للاقصر. شريكه في التنميه الشامله للاقصر اللي هي 2030. ده بينزل على معبد الاقصر. فطبعا دلوقتي دي المدخل والمخرج بعد كشف الحته اللي كنا بنعدي منها من الدخول، يعني الدخول بدخول وخروج. ده ادى الى اني كل رحلات الغردقه حضرتك البديله والغردقه ما بتدخلش معبد الاقصر، لغت معبد الاقصر من الزياره. ليه؟ لان حدث فيه تكدس في المدخل، فبيضطر في ساعه الدخول او الرحلات بتيجي من الغردقه عشان تدخل ميدان سيدة او الحجاج، لان ده مدخل معبد الاقصر، فالتكدس اللي جاي يمين واللي جاي شمال، فبيحصل تكدس ومضيعه للوقت، فده بيؤدي الى انهاء الزياره. ويقول لك انا خلاص انا ابي معبد الاقصر، وده خساره على التيكت بتاع الاثار. عندنا مشكله كبيره بالنسبه لطريق الغردقه الاقصر. احنا بنعدي في طريق صناعي اللي هو الاقصر